مساء الخير. أحب أعرفكم بنفسي، أنا دافور، طالب كلية صيدلة، تخرج طبعا، وصرت الآن موظف في شركة دوائية، وأنا جيك مرة ومهتم جدا في موضوع الأدوية والتفاهات حقتها. خلنا نسميها بحثنا لليوم اللي بتكلم عنه اسمه الكوتيد تابلتس، يعني بالعربي ما أدري شلون تترجم، لكن نقدر نقول إنه الأدوية ذات الغطاء. أوكي، علشان أقول لكم ليش اخترت البحث، خليني أقول لكم القصة اللي صارت. كم واحد فيكم هنا مصاب أو يعرف أحد مصاب بالربو؟ بس طيب أوكي. مرض الربو طبعا كلنا عارفينه، الضغط والأزمة اللي تصير لك في الليل واللي تصير لك في النهار، وبخاخ الفنتولين اللي دائما معاك وناخذ حبوب عشانها. في مرض ثاني من الربو حاب أثقفكم فيه، اللي هو اسمه مرض الأزمة الليلية الربوية. الديزيز هذا اللي يجي يأثر دائما في فترة المساء وانت نايم. ليش؟ لسبب بسيط. القصة اللي صارت مع زميلنا انه هو تعرض للأزمة هذه، الأزمة الليلية، كان ياخذ أدوية الربو طبيعي، محافظ على أدويته، محافظ على جرعته وكل شيء، لكن وقت النوم لما ياخذ أدويته وينام جرعة الدواء تنتهي جوا جسمه، فبالتالي يصحى مفعول الدواء انتهى، تبدأ تجي الأزمة الليلية، يقوم الصباح ما هو قادر يتنفس، يضطر انه يروح للإسعاف، يضطر انه ياخذ أكسجين، ومتاهة ما ودنا اننا نتكلم فيها كثير. من هالناحية الباحثين في مجال الصيدلة سووا تكنيك اسمه الكوتيد تابلت، هو موجود من زمان وطبقوه طبعا في مرض الأزمة الربوية. وش مفهوم الكوتيد تابلت؟ انا عندي حبة عادية زي البنادول زي اي دواء ثاني، حطوا عليه كوت معين او غطاء معين، مادة معينة تغطي التابلت هذا بحيث اني لما اخذها ما تتحلل مباشرة، بالتالي بعد فترة زمن ساعة ولا ساعتين جوا الجسم تبدا تتفكك، يصير التابلت او الحبة معرضة لكل انزيمات المعدة والامعاء، تبدا تتفكك وتطلع. طبعا انا ما عندي برزنتيشن ولا عندي ريموت كنترول الاشياء الجميله هذه، فراح احاول اشرح لكم اياها بطريقه ثانيه ما هي ممله. خلنا نجيب عدتي. من فيكم يعرف هذه وهذه تستخدم ليش؟ اللي ضحك واضح انه وضعه سليم. طيب لنفرض انه الشيء هذا هي معده الانسان وامعائه، تخيلوا معي، ولنفرض خل هذه هنا انه المنديل هذا هو عبارة عن الحبة اللي حنا ناخذها عشان مرض الربو أو لأي مرض آخر. تخيلوها حبة يا جماعة. طبعاً هنحتاج الحبة لما تدخل جوا الجسم وتوصل للمعدة في إنزيمات تطلع، الإنزيمات هذه هي اللي تساعد أنه تتكسر الحبة وتطلع المادة الفعالة. فلنفرض أنه الإنزيمات هي الولاعة هذه. في عندكم طفايات حريق هنا أم شيء؟ لوي ما في طفايات؟ في مطافي؟ طيب مرة؟ كويس. طيب هذه الحين الحبة وهذه الإنزيمات وهذه المعدة. الآن الإنزيمات لما تيجي للحبة، الحبة تبدأ تتكسر، لنفرض أنها مثل عملية الاحتراق هذه، تبدأ تتكسر تتفكك، المادة الفعالة اللي موجودة فيها تبدأ تطلع بحيث أنه الجسم بعدين يبدأ يمتصها. هذا مفهوم الحبة الطبيعي. وش مفهوم الكوتيد تابلت؟ أنا توهقت بهذه عية تطفى. طيب خلها تولع. الكوتيد تابلت هي هالقصديرة هذه مثلا، هذا الكوت أو المادة الجيلاتينية اللي حنا حنستخدمها علشان نغطي فيها الحبة. طبعا ما حد فيكم أكيد أو كلكم تقريبا يمكن تسألون غطاء الإيش؟ إحنا عشان نقدر نطيل جرعة المادة بحيث أنه فترة النوم تقدر تستمر الجرعة وأصحى والجرعة لسه موجودة في جسمي، أنا أحط غطاء معين بحيث أنه ما تتكسر في إنزيمات الأمعاء أو المعدة، بحيث أنه لما توصل للأمعاء بعد 3 ساعات من الهضم تبدأ تتكسر ومن هناك يبدأ يمتص الدواء، فأنا أعطي لنفسي جرعة إضافية خلال فترة النوم أني أصحى والدواء لسه موجود. هذا هو الكوت اللي حنستخدمه، وهذه هي نفس الحبة، الحبة غطيناها بالكوت بلعها الرجال وبدت إنزيمات الأمعاء أو المعدة تأثر فيها، الولاعة خربت. يا ساتر. الكوت لسه ما أثر. طبعا احنا مع مدة طويلة وحنا حاطين النار على القصدير اللي هو الكوت او الانزيمات على الكوت نفسه راح يبدأ يتفكك في الامعاء، تطلع جرعة الدواء، عطتني امتياز انه انا نايم جرعة الدواء راح تكون موجودة عندي بعد ما اصحى، بحيث انه ما تجيني الازمة الربوية او في حالة الكوت التابلت في اي مرض اخر يحتاج اني اطول الجرعة. هذا الموضوع بكل بساطة، ان شاء الله انكم تكونوا استوعبتوا وفهمتوا.